بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بزراعة الطماطم، أهلا وسهلا بحضراتكم. بنتكلم النهاردة عن موضوع من أخطر المواضيع والأمراض اللي بتصيب الطماطم، وللأسف الناس يعني ما بتقدرش تتعرف عليه بسهولة، أو ممكن تخلط بينه وبين الندوة المبكرة. المرض ده هو التبقع البكتيري. التبقع البكتيري الاجانب ما بيبكوش ولا بيعجنوا في الامراض كتير، يعني دخلت على اي موقع اجنبي فتلاقي بيقول ده كذا وعلاجه كذا وبيديك كذا صوره. الصور اللي موجوده ده هي زي ما قلت لحضراتكم من مجله سيمنز، وكلها تصوير. طبعا المجلات دي لما بتصور يا جماعه بتوثق التصوير بتاعها، وبتقول ان التصوير جاي من جامعه كذا، واللي قام بالتصوير فلان الفلاني، واللي اذن بنشر الصوره جامعه كذا، تمام؟ فبيبقى عندهم مصداقيه جامده، غير احنا اي واحد تقوم في دماغه فكره الصبح بيعملها وخلاص. المهم ده هو التبقع البكتيري، بنشوف وضعه على الاوراق وعلى السقان، على الانصال بتاعت الاوراق، وعلى حبات الطماطم نفسها، تمام، او الثمار بتاعت الطماطم. المرض ده هو بتسببه بكتيريا، والبكتيريا دي عشان تسببه لازم يكون لها ظروف معينة. الظروف ديت ايه؟ لازم تكون فيه رطوبة عالية، تمام، لازم يكون الرطوبة اللي موجودة عالية، او الظروف مناسبه لان البكتيريا ده هي تشتغل وتقدر تعيش وتتعايش مع الجو اللي هي فيه. يعني الانسان دايما يقول لك بيعيش بين درجه حراره كذا وكذا، تمام، ده كلام مظبوط وسليم 100%. طيب بالنسبه للبكتيريا مثلا برضه هتعيش في ظروف جويه مناسبه. يعني اول حاجه البكتيريا بتحتاجها هي الرطوبه، هي الرطوبه، لازم يكون في رطوبه تسمح بنمو وعيشه البكتيريا ده، هي تمام. والمرض ده هو يا جماعه بيحصل له تطور في درجه حراره من 13 ل 25 درجه مئويه، ولما بيكون في رطوبة عالية زي مثلا ما تكون بتروي بالري بالرش. طبعا في ناس بتزرع طماطم ري بالرش، في السعودية منتشر الموضوع ده جامد. لما بتكون بتروي ري بالرش بالبيفوت يعني، او رشاشات ثابتة، او حصل هطول للامطار، او حتى انت بتروي ري سطحي وحصل ان الرطوبة عالية في المنطقة اللي تحت النبات على طول، وخصوصا لو النبات عامل نمو خضري كويس، فبتبص تلاقي المرض ده هو ابتدى ينتشر. والبكتيريا ديت يا جماعة بتعيش على يعني العديد من المحاصيل والاعشاب الضارة، أو ممكن تكون عندك بذور موبوءة ممكن تعيش معاها البكتيريا ده، وبتسبب دمار. مشكلة البكتيريا يعني ممكن الندوة المؤخرة ما توصلش حتى على الثمار، يعني تاخد كل شيء وتسيب لك الثمار زي ما هي، ماشي، الندوة المتأخرة هتعمل لك مشاكل كتير، تمام. إلا إن البكتيريا بتشوفها على الثمار زي ما احنا عارضينها كده على الثمار، بتلاقي عليه النقط دي، وللأسف النقط دي صعب، ما طبعا ما بتتزالش خالص، يعني ما بتتزالش خالص، بتمنها زي ما هي كده، وبالتالي بتفقد القيمة التسويقية بتاعتها. الأهم بقى يا جماعة العلاج بتاعها إيه عشان ما نلكش ونعجن كتير؟ هي حاجة واحدة بس، إنك تراعي الأرض بتاعتك من الأول أساسا بالمبيدات النحاسية. المبيدات النحاسية هي القادرة على إن هي ما تخليش البكتيريا تنمو وتنتشر بالشكل المرعب والمخيف اللي إحنا شايفينه على نبات الطماطم ده هون. ولكن إذا حدثت الإصابة خد بالك مع الظروف مواتية لا بيصعب السيطرة عليها، ولكن ساعة ما بتحصل إصابة في سبيتروميسين ده مبيد منزلينه بكتيري جديد، أو كانوا زمان بيقولوا إن إحنا نرش المضادات الحيوية البيطرية اللي بتاعت الحيوانات، يعني ان احنا نستخدمها كمضادات للبكتيريا، تمام.
وزيها زي مرض طبعا بيسموه في الكمثرى اللفحة النارية، وطبعا ده اللي بيسببه برضه بكتيريا، وطبعا لما بتيجي بتقضي على الشجر تماما وخصوصا التفاحيات. يعني بنتمنى ان احنا نشوف نكون وشوفنا المرض وعرفنا الجو بتاعه الرطوبة ودرجة الحرارة بتاعته بنتشر في 13 ل 25، العلاج بتاعه المركبات النحاسية. ولكن إذا جه بقى المرض وحظك كده يبقى تستخدم السبيتروميسين تقريبا اللي منزله جعارة في مصر. بشكركم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.